منتزه تعز، منتزه التعاون. هذا المنتزه تم تأسيسه وبناؤه في الستينات بمساهمات تعاونية من تجار تعز. ففي سنواته الأولى وعلى مسرح قاعته قدم الفنان الكبير عبد الحليم حافظ حفلته الغنائية أثناء زيارته لليمن في إبريل سنة 1967. ومن ذات القاعة وقف أيوب طارش عبسي مرحبا بأربعة زعماء عرب كانوا حاضرين حينها عندما استضاف هذا المنتزه قمة دول القرن الإفريقي، والتي جمعت الرئيس إبراهيم الحمدي والرئيس جعفر نميري رئيس جمهورية السودان والرئيس سالم ربيع علي رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية وسياد بري رئيس جمهورية الصومال. وهو ذات المنتزه الذي قدم فيه الفنان العربي الكبير دريد لحام مسرحيته الشهيرة شقائق النعمان مع فرقته المسرحية في زيارته الثقافية الأجمل لحبيبتنا تعز سنة 1988، وكم فرح بجمهور تعز المثقف والذي وقف يصفق له طويلا عقب انتهاء عرضه المسرحي. فرحتنا ونعمل عرس عن جديد هون بالمقبرة، بالمقبرة على الأسطوح، بالمستشفى، بالمخفر، كله اسمه وطن. هذا إنه منتزه التعاون، من زاره المطرب الكبير أبو بكر سالم بالفقيه في الثمانينات زاره زيارة عاشق للمكان وعاتبهم لعدم ترتيبهم لحفلته الغنائية في قاعة المنتزه، وكاد الأمر ينجح لولا سفره الاضطراري والمفاجئ من تعز. وهو ذات المنتزه الذي قدمت على مسرحه الفرقة الروسية الغنائية حفلا شهيرا ورائعا، وكل من عاصروا تلك الفترة يتذكرون ذلك الحفل جيدا، وتحديدا المطرب الروسي نيكولاي نوسكوف وهو يجدو في قاعة المنتزه بأغنية أيوب طارش الشهيرة الليل والذكريات وبلكنة روسية ظريفة. نعم، إنه منتزه تعز الذي استقبلت قاعاته الزعيمين العربيين الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي وبرفقته أخيه الشيخ زائد بن سلطان رحمهم الله جميعا في حفل فني ساهر شدى فيه الفنان أيوب طارش بأغنية يا مرحبا بالضيف، وإلى جواره الفنان أحمد السنيدار والفنان الحارثي والثلاثي الكوكباني. نعم، حدث كل ذلك في تعز الثقافة وفي منتزه التعاون تحديدا. تحدثت أخبار مزعجة قبل فترة عن وجود نية لتأجير منتزه التعاون في تعز لأحد المستثمرين. تعز ليست مجرد مدينة عادية بالنسبة لليمن، بل إرث ثقافي وتنويري كبير. فهل يكفي ذلك لتحافظ على هذا المعلم الثقافي والسياحي والتاريخي؟ سؤال نطرحه على كل مسؤول ومهتم. سؤال شاركنا في طرحه الأستاذ عبد الخالق سيف مدير عام مكتب الثقافة بتعز، ويشاركنا في طرح كل محبي تعز بذاكرتها المشبعة بكل ما هو جميل. إلى اللقاء. يسقيك يا طالوق ويسقي بناك، على طرق يسقي بناك، محلى الغرام اللي نزالي منك. لا 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 لا